ماما حبيبتي بس يجي ابوك بيعطيها اي حبيبتي بس هي بعتتني قلت لك بس يجي ابوك بيعطيها حشتني ايه انا بدي 500 ليره انا قلت بس يجي ابوك بيعطيها عادي انت بدي اجار البيت قلت لك تاتا بدي اجار البيت لو ايدي هالمخللات ليش بصفوا لك يسلموا لي هالايدين اللي سووه بوس الايادي ضحك على اللحم نو هذا بين هدو لملك هادي لله تضربي شو عينك ضيقه انت واخوكي لك الله لا يحرمني هالايدين انا لك تيتا بدي اجي على البيت بقى قديش بيوصل لك يا على دبدي بالضحكه ما احلى تعال افتح خذ روح على عيني شواربك انت عمري امل حياتي لك رق الحبيب رقي لرقهم كلهم اليوم حمص وسطحهم بس بدي اياكي انت صحياني بابا بابا ردت بعدتني بدي اجار البيت في حلقه من توب 20 للكل بيتمنوا انه يكون زي الخامسه الرابعه كيف الثاني والمرتبه الاولى شايف لك الحمصات ما راح يسطحوا حدا غيري كلهم امبز وسهرات ماما يلا قوموا ناموا بقى مشان بكره تفيقوا بكير على المدرسه يلا قوموا خلينا سهرين شوي ثاني ماما اذا بتريدي حاجتك سهر الاولاد الصغار لازم يناموا على بكير اسمعي كلمه امك وفوتي نامي يلا انت ما دخلت مفهوم مين اللي دخل لك انا رجال البيت هون كلك بدها تمشي وجود ابوك مالك كلمه هو رجال البيت تقبر قلبي انا قصدي اقول شاب البيت غلطنا شو صار خلاص روق بروسلي روق على عيني شواربك ايه مسهرني قومي نامي قومي لشوف بدي ساعدك بدي اطارك يا وقفي يا مرجيكي انت ما بدي توقفي هالعادي بدي تروقي يا مرجيكي لك قومي قومي الحقيقة يومي قتلك يا ياه شو يكسره ما يكسره بكسر له ايده اذا بلقى قولي للحق قبل ما تكسر له ايده اذا لقى ايه عود وين بدك تهرب خير شو بدك ناولني ناولني لشوف اجرة البيت 500 ورقة يلا ليش ما اعطيتك ياهو لا ياهو الله يصلحك يا حماتي انت نسيتي تذكريني فيهن وانا نسيت ذكرك نسيته ماشي الحال هي عم تذكرك مد ايدك على عبك خلي الله يحبك ناولني لشوف طيب شو رايك تاجلي لي اياهن للشهر بعد الجاي وبعطيك اياهن 1000 ورقه شدي لا ما عندي استعداد اتاجلن نوب نوب مد ايدك وخذيهم نويت ها يا اخي بسرعه لك انت مطول هالجاي حماتي ليك هي اللي طالعه بالتلفزيون ما اسالها رح يجنني هذا بروسلي صفصار هلا اذا جوزنا بيوم من الايام بنتنا سميره انت ما بتروحي بتزوريها لك يا نبيل يا حبيبي ليش هالسؤال البايخ طبعا بدي زورها لك كان امك ليش ما بتزور اختك متضايق منها لامي لا شو بتضايق منها الله يسامحك بتعرفي انت امي امك وامك امك قال اتضايق منها قال هي بركتنا هاي بس ما بيصير نحن نستأثر بهالبركة كلها ونحرم غيرنا كمان عديلي واختك لازم ينبسطوا فيها كم يوم
يا حبيبي يا نبي، امي ما بترتاح لسهرة تانية وبتحبك الك اكتر. يعني على عيني الجاجة وصيصانة ويسلبوا لي المحبين انا. سكر عينك بروس لي شايفك. ها بس يعني امك اذا غابت لها شي يومين ثلاثه، جمعه جمعتين، شهر شهرين، بتصير بتشتاق لنا اكثر ونحن بنشتاق لها، يعني بيزداد حبنا لبعض. هلا انت كل ما بدك تدفع لها الاجره لامي تقلب علي. بعدين شوف نبيل، عيب انت تحكي هالحكي، امي الافضل علينا. لك يا صفصوف، انت انا ما عم بحكي مشان امك، عم بحكي مشان هالولاد. خليهم يناموا لهم كم يوم بهديك الاوضه، منه هن بيرتاحوا ومنه نحن بنرتاح كمان. يا نبيل يا حبيبي، انا ما فيني الا لامي قومي روحي لعند اختي، وقت هي بدها تروح تروح لحالها الله معها. بتعرفي شو صفو؟ شو؟ انا متاكد انه امك مشتاقه كثير لبنتها، بس مستحيه تروح لعندها. لا تخاف تأمرني امي ما بتستحي. بعرف مضبوط، ما بتستحي منه. قصدي وقت بدها تروح ما بتسال على حدا. انا بسالها. شو بدك؟ يا لا ما في شيء، تقاتلت انا وبنتك بس. خير ان شاء الله، ليش تقاتلتوا؟ ما لا استاذ القصه ما بدي ازعلك مرايك، رجعي تفرجي على اتصل بي، خليكي مروقه. تعال اقول لك لا تشغلي بالي، احكي لي شو في. لا مو مستاهله القصه، هلا برو بقدحها بوكس بصالحها وبنتباوس وبنرجع سمني على العسل. وينك؟ ترى اذا بتمد ايدك عليها بكسر لك اياها وبعلق لك اياها مثل المخلايه برقبتك. ايه عيوني، انت احكي لي القصه لحتى اعرف اذا بتستاهل البوكس ولا لا. اذا بتستاهل انا هذيك الساعه اللي بقدح لك اياها البوكس. ماشي. بس على بالك لانه بتضل مرتي. على عيني. احكي بقى. احكي احكي. بحكي هيك بحكي، انا ما بخاف غير من اللي خلاني. انا هلا بحكي، بنتك عم يتقطع قلبها على اختها. قال شو؟ اشمعنى امي تزور عنا وما تروح تزور عن بنتها الثانيه؟ كمان الثانيه بتضل بنتها، لازم تقعد هون كم يوم وهون كم يوم. قلت لها امك بتنبسط بالقعده عنا، بتروي عنا. قال شو؟ لو كان هيك بس الام لازم تعدل بين بناتها. قلت لها لا، امك لما بتقعد عنا في صهر حباب مشقري بيهلي وبيسهل فيها، بس عديلي كامل هداك بضل يتنتور ويكشر بخلقتها. قال شو؟ لو كان هيك بس ما بيصير تحرم بنتها من زيارتها مشان سهره. قلت لها لا بيصير، اذا صهر مو منيح بلا الله بيغنينا عنه، اذا صهر منيح بدي ضل لزقاني عنده. قال شو؟ قل لك الاول لك وقلها. شوف صهري، هذا البيت بيتي، تقبرني اذا كان انتو مو عاجبتكم السكنه، روحوا لاقوا لكم بيت واسكنوا فيه. لك على عيني شواربك. قلت لك شيء انا. قال شو؟ شوية شو قلبك وقلبها ومن وشي. معك حق، معك حق، انا رايي اعمل لها اللازم. قال شو؟ بدها تحرمني من انسك يومين. اتصل بي زيرو زيرو. دي بروسلي. نايمين نوم الصغار رحمة. صفصاف صفصاف نايمة؟ ايه. شلون نايمة وعم تحكي؟ بدي نام. وانا كمان بدي نام. طب حبيبي نام، مين ماسكك؟ لا يا ام الصف، بعرفك بتلقطيه عالطاير ولا الحمص طفش لراسك ورانك تلفوف. طفش لمخك ما؟ ما طفش لمخي، بس الولاد لسه ما ناموا. لك ايه ناموا، مالك سمعانة شخيرون؟ انا لسه ما نمت، هي سميرة اللي عم تشخو. وانت ليش ما عم تشخر مثله؟ انا ما بحب الشخير. نام بلا شخير؟ ما عم يجي النوم، تقلت بالعشاء. يا علي ما علي، لا احرمك من العشاء بكره. نامي انت.
الله نام. إذا أنا ما راح نام لا تنام يا أنا يا بروسلي. يا بالبيت قوم افتح الباب وحضرتك قاعدة. بس أبوك قال لك إلك لو كان قايل لي إلك كنت فتحت الباب. إلا بابا إلا تقوم تفتح الباب. لك تنقال قوالك وقوالة عدو أنا قايمة افتح الباب. السلام عليكم. مرحبا يا جماعة. أهلين أهلين. لا تأخذنا لا قيام على الطعام. يلا سناول كرسي وفوت فوت تاخ. انت ما بدك توصي. هلا مالي قدران شو بريحني الاكل. هلا من شوي خلصت غدا. واذا قلت لك كرمال خاطري مشاني. اذا كرمالك رح باكل بس لقمتين بس مشان ما تزعلي. صحتين. بسم الله. لا تصغري صفصوف. قومي سناولي له مع الانظيفه لعمي. على المليونيرية اللي مثلك شو بيتغدوا؟ شو يعني شو بيتغدوا؟ أكل مثل هالأكل. تفضل عمو. يسلم والديك. يا عمي ما بدك عزيمة صب لحالك وكون. كل عيش وله كريش. الأكل على قد المحبة. شو أبو سعيد؟ شلون لقيت لي المجدرة هي أنا طبختها؟ طيبة 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 بس مكسر البرغر مكسر الزيت مكسر العدس حرام الأطول محتنى حرام. ليه وياك ولا عمي ليه ويا قلبي نعيما. الله يلعب عليك ويرحم والدينا ووالديك. شبك مبوزمه خفتي على امك ما. لا الرحمه بتجوز على الميتين وعلى الطيبين. اكيد فهمتيني اني عم فاول على امك بلكي بعدي اسمه بياخذ امانته ومنريحي. لا مو هيك قصدي. الله يمد بعمره. حاجتها لدقنا كريتا. الشفره قديمه ما عم تحلي خيجر بيض. نسيت انه مالك دقن على عيلي شواربي. عم تنعم دقنك حتى تطلع حلو بالصوره ما هيك؟ انا صوره راح اعمل لك قهوه. وين ولاد؟ راحوا على المدرسة. هذا اللي شاطرين فيه هلا بيروح على المدرسة وبالليل بيأنبزولي هيك. ما في حل غير اقنع السيد وزير التربية يساوي لنا دوام الاولاد بالليل. محروق قلبي هلا ما تمرق ليلة مداومين فيها. حليلي القهوة. يلا سهري بقى بردت القهوة. والله لسم لك بدنك. افرح يا قلبي لك نصيب تشرب القهوة ويا الحبيب. افرح يا قلبي لك ميت أهلين وميت سهلين بصهري ومسنا الظهري. لك ميت فلي تفضل بردة القهوة بس معليش وعلي طيبة. تسلموا هديات لك هيك. ها انت دلليني مشان أعرف دلل بنتك أنا. صحتين وألف هنا صهري. يعني الحديث بجر الحديث. يعني فوق الدينات اللي بدك ترجع لي اياهم. يعني شو ناوي تجيب لي حلوان اسمك بدك تقبض الزائز اليوم. بدي جيب لك حيه بسبع روس. شفتها عند الصايغ اسواره بتطير العقل. ولا شو بدك تجيب لي؟ بدي جيب لك ضره. اي شو عم تقول نبي؟ عيد والله ما سمعتك. لا عم بمزح. شلون زلق شو جيب لك ضرة؟ الضرة مرة وانا ما راح اجيب لك اياها الا حلوة. لا كمان مو عم بمزح. قلبه طيب قلبه طيب لا تأخذي تبريني نبيل ما في منه. بعدين هو مزوي راح يجيب لنا احسن الهدايا. انت روحي روحي كملي مكياجك يا ما روحي كملي مكياجك. افرح يا قلبي. خلص حماتي عيب 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 المزح عيب قيمي المزح. ناولينا طربوش. لا هلا بلشت عن صحيح بالجد. مشان شو بدك الطربوش؟ بدي اشتري الحلوان. لمين؟ ان شاء الله ان الحلوان. بدك تجيب الحلوان من جيبتي؟ لا.